ايوه يا واد يا ميس. ايوه ماما شايفني يا ولا؟ ايوه ماما نزلي الكاميرا بس شويه. ايوه يا ولا. السلام عليكم. ايوه بابا حبيبي. السلام عليكم. ايوه يا بابا. ايه يا حبيبي عامل ايه؟ اه تمام. مش ناوي تيجي بقى يا ميس يا حبيبي بقى يا ابني يا ابني بقى تعالى. والله يا شيخ انا بابا بقى لي ايوه يا بابا. اه يا حبيبي يا ابني تعالى بقى يا ابني ساعدني في الجرانيت يا ابني ظهري خلاص مش قادر يا ابني تعالى بس ساعدني يا بابا. والله يا شيخ بقى لي 10 سنين وانت عندك هتلر عايزني اشتغل نيو كلاسيكال وانا شغال لمودرن بستيل وجلاس. السلام عليكم. ايوه يا بابا. اه يا حبيبي عامل ايه يا حبيبي يا حبيبي؟ طب يا حبيبي تعالى بس وانت مالكش دعوه تعالى. ما انا بابا نازل اجازه قريب. السلام عليكم. ايوه يا بابا. اه يا حبيبي بتقول ايه؟ لا نازل اجازه قريب. طب يا حبيبي بس انا كنت عايز اطلب منك شويه طلبات كده وانت جاي تجيبهم معاك يعني. طب معلش يا حبيبي المره الجايه المره الجايه يا حبيبي ده انت مش طلع بس ورقه وقلم واكتب بس شويه. حاضر يا بابا حاضر. السلام عليكم. ايوه بابا. اه يا حبيبي في طريقك. بص يا حبيبي وانت جاي من الصيدليه كده. السلام عليكم. ايوه يا بابا. وانت جاي بس يا حبيبي شويه عايز كرسي مشاز بس يا حبيبي علشان ظهري خلاص مش قادر. كرسي مش قادر يا حبيبي ظهري بس تعالى وانت جاي في طريقك يعني مش بعيد. ماشي. وعايز حاجات بسيطه يعني وانت جاي يعني. قول يا بابا حبيبي قول. كنت عايز ثلاث بدل كتان علشان الشتاء علشان بس يا حبيبي ظهري مش قادر. السلام عليكم. ايوه يا بابا كتان. ايوه يا حبيبي محتاج بص شويه غيارات. ايوه. وعايز جزمتين وحزام وثلاث شنط اللي هم جلد رجالي جلد دول سود واسات الجلد. السلام عليكم. ازيك يا نوسه؟ اه يا بابا. السلام عليكم. ايوه. اي حبيبي وعايز قست الجلد في طريقها. حاجه ثانيه ماما عايزه حاجه؟ عايز قستيك جلد اسود بدل الاستيك الساعة الرادو اللي جوه دي هتصدق. كفايه كده يا بابا ماما عايزه حاجه؟ ايوه يا حبيبي دي بنت خالتك لسه والده فاحنا عايزين نجيب حاجه للبنت بنتها. حاضر. لها حاجه بسيطه يعني. اه ولا ايوه يا بابا هات حاجه لعمك والتر كاربوس يا علشان بيقفش. والتر جروبياس ما هات حاجه بس لعمك عشان بيقفش. حاضر اجيب له عبايه. ايه اجيب له عبايه؟ شفت هو قال عبايه ولا دي بنت؟ عبايه ايه يا حبيبي؟ يعني انت بقالك 10 سنين شغال في امريكا وبتطبع اربع اضعاف اللي بيقبضوه الشباب في المانيا وعايز تراضي عمك بعبايه؟ شوف الواد خلاص مش عايزين منك خلاص يا بابا خلاص. خلاص بس بشويش بس هات له معسل فاخر. هات له معسل فاخر؟ ما هو بطل المعسل فاخر هو بيشرب بايب يا حبيبي. السلام عليكم. ايوه يا بابا. ايوه يا حبيبي هو بيشرب. هات له بايب فاخر. هات له معسل بايب فاخر. حاضر. ها شوف اختك بقى اللي تكون عايزه حاجه. لا 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 انا مش عايزه حاجه بس انا عملت لك بي دي اف كده على الميل بفتحه كده هات لي منه كل الحاجات. حاضر. كل حاجه ما تنساش حاجه ما تنساش. وانا عايز برضو من البي دي اف ده بس هات لي بي دي اف على مقاسي. حاضر يا بابا. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه يا بابا. اه يا حبيبي. اه يا حبيبي. يا بابا الطلبات دي انا بقالي 10 سنين شقيان هنا في امريكا مش لاقي شغل وانا بيتر بيرنس انا راجل معماري على قدي. خلاص يا بابا معلش. هو بيعيط ولا دي النت؟ هو انت بتعيط يا ابني؟ لا 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 خلاص معلش خلاص يا ابني ما تجيبش حاجه. ما تجيبش حاجه يا ابني. أيوة. ما تجيبش حاجه يا ابني اهم حاجه عادتك وسطينا يا ابني. اه يا حبيبي وحشتنا. هو احنا عشمنا احنا بزياده عشمنا احنا لا صح لا لا. عشان خلاص يا حبيبي ما تجيبش حاجه اهم حاجه قعدتك بص تعالى يا ابني تعالى يا ابني وتعالى اقعد في حضني يا ابني تعالى اقعد في حضني وانت بقى جاي عشان تقعد في حضني ها تعالى علشان تشتري حته الارض وتبني لنا المعرض الناشونال ده علشان اقعد فيه عشان ظهري يا ابني خلاص ما بقتش قادر يا ابني. السلام عليكم. يا بابا. ايه يا حبيبي؟ ايه ده؟ هيا انكل. ايه امشي يا فوفا. مين دي يا ميسو؟ مين دي؟ امشي يا فوفا انت اللي مين دي يا ميسو؟ دي مدام فرانس ورس يا بابا بس كنت بس من ده بيت انا وفرانك لويد صاحبي انت عارفه انت عارف فرانك لويد ده ميس فرانس ورس بس كنت بس من ده فيلا. ماشي يا بابا ازاي؟ سوري انكل. ومين دي كمان يا ابني؟ يا ليلي يا ميسو بص معايا
ليلي ليلي بترسم لي كراسي. بترسم لي كراسي. ماشي حبيبي ربنا يوفقك. ماشي يا بابا ماشي. يديك على قد مجهودك يا حبيبي. ماشي. ويوقف في طريقك ولاد الحلال يا ابني يا حبيبي. شكرا يا بابا شكرا. استني بقى يا مارجريت استني بقى عشان لسه راجع من دكتور العظم ومش قادر. يا استاذ جودي اهدى بس ما تعملش في نفسك كده يا تربيل يا تربيل كاتالونيا يا سحليه العمار بقى انا انطون جودي الكرم اللي قضيت زهره حياتي بطور في البارك جميل والكذا بطل يقولوا لي ان هم عايزين خبير اجنبي يجي من بلاد بره عشان يطورني. لا اهدى بس يا استاذ جودي انا ما بقتش عارف احنا عايشين فين. عايشين في غابه ده انت حمار وحلاوه يجبرك يا خبير اجنبي يطورك. والله ده انت شكلك ما بلاش التطبيل ده بقى. والله اجنبي والله يا بنت ولو اني بحب التطبيل بتاعك ده بس انا خبير بس مش اجنبي يعني. والله يا استاذ جودي يعني ده انت ما تفرقش حاجه عنه يعني ده انت من مقاطعه لمقاطعه من روس لكاتالونيا لغيره شغلت تطورنا يا استاذ جودي طورنا. ضحكتني يا مارجريت وانا كنت قافش. بقول لك ايه ما بلاش استاذ جودي دي قدام الخبير. امال ايه خليها يا مستر جودي. يا حلاوه دماغك يا استاذ جودي. يو يا بنت يا مارجريت اسف يا مستر جودي. انا مش عارفه والله جبنا خبير اجنبي يطور في بلدنا ايه يا بنت انت بتصدقي يا بنت هما دول ولا بتوع شغل ولا بتوع تطوير دول قال ايه بييجوا ياخدوا بدل سفر وبدل اقامه وبدل انتداب وبدل ما حد يقول لهم كلمه ها ويجوا هنا في عندنا في كاتالونيا يشتروا شيش دخان. ايوه دخان وهي العربيات اللي متطرزه دي هي شفت الشيش واحنا اللي قاعدين هنا في النهار وفي الشمس وفي الناحيه ومش زيهم. والله انا عجبني بيك يا استاذ جودي اعجبي بيك بيزيد. الله ويلكم تو ذا هير ميتنج ان ذا ستوب يو وانت درينك يا عبد الله. استنى بس يا مستر جودي ده شكله ما بيتكلمش انجليزي بيتكلمه طبيعي. شاو انتوا برضه بينه الايطاليانو خواجه ايه الحلاوه دي يا مستر ثقافه مساء الخير. اظن الرساله جات لكم بخصوص الناشونال بافلون اللي انا هبني الجناح الالماني جوه. بس انت شكلك كده ولا انت خبير ولا كلامك كلام اجنبي. اللي قدامك ده كان في فتح الباو هاوس سنتين. ايه يا مارجريت دي؟ انا جاي اعصبنا قومي بينا نفتتح المشروع ده عشان مش هينفع كده خبير ايه وبتاع ايه. لا استنى بس استنى انت هتفتتح ايه؟ ده انا هنفتتح مشروع هيغير في تاريخ العمار وهيغير اسبانيا خالص. قول له احنا هنفتتح ايه؟ قول له اديله الاسم كده اديله الاسم كده اديله. ده احنا بعون الله هنفتتح السجرات لفاميلي. السجرات لفاميلي. قال قول لي كده حضرتك يعني بما انك خبير اجنبي ايه مشاكل العماره في اسبانيا؟ والله انا لاحظت ان انتوا بتستخدموا الكونكريت والسيراميك كتير قوي. المزايك ايه؟ وكمان مش بتستخدموا السيراميك خالص. يعني ولما تستخدموا الحديد تستخدموا الحديد المطوع في البلكونات. مش كل حاجه عندكم في امريكا ينفع تتعمل عندنا في كاتالونيا. يعني احنا مثلا ينفع نستخدم الستايل الانترناشونال عندنا في كاتالونيا؟ ما اعرفش احنا حضاره 7000 سنه مش عارفه ما اعرفش حاجه طب بلاش المباني بتاعتك كلها كرفات مفيش اي استخدام للفانكشن خالص ولا بتتفرش حتى. مش عاجبك الكيرفز بتاعتنا؟ ما هو لو كان من اسبانيا ما كانش قال كده. ما اعرفش سامحه وما يعرفش. ده احنا بلد فن وحضاره عايز التانجو الاسباني يبقى ستريت لاينز علب عايزنا نعمل علب قول له حاجه ترنا يا رب قول له حاجه ترنا يا رب. طب افترضنا خدنا الكيرفات بتاعتكم تقدر تقول لي هننفذها ازاي من غير بلو برنتس؟ يعني احنا هنمسك الصبي في الموقع ونقول له تعالى نفذها؟ لا بقى ده انت تستنى بس يا استاذ جودي انا هرد عليك انت كيف تغلط فينا ده من كتر العبقريه هم بيخرجوه ما كانوش عارفين يخرجوا مجنون ولا عبقري. ثم انت تيجي تقول لنا بتاع مش هنعرف نقول للموقع والموقع ايه ده انت يا اللي مش مكمل تعليمك جاي تكلمنا لا احنا في الصفحه ومش من الكوره دي ده هو اللي فاتح الانستيتيوت اللي ايه يعني ايه؟ اللي هو الانستيتيوت يعني ايه؟ خلاص يعني ايه؟ لا خلاص والله صلي على النبي يا مجد.
خلاص 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 يلا نقوم نفتتح انت مش شايفه بتقول ايه يلا نقوم نفتتح يلا 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 فوقوا معايا بقى كده فوقوا معايا بقى كده انا اخد يا انا نجيب لك بتاعه السفره اللي بتقدم فيها الفرشه ما تضيعش بقى كل اللي احنا عملناه يا جون بس بقول لك يا عايز اخد دقني موس مش مفهوم عادي ولا طب لا السلام عليكم السلام عليكم يا ابن يا ولد ولد انت جاي بتصور انت كلب انت يا ابني هو وشك يمين خش يعني خش المربع ده بص قص وشك ايوه يا بابا يا ابني قول انا بدل انا هاجي خلاص حفظت السكريبت كله اجيب له ايه يا بابا استني انت قول بقى احنا لا ده احنا خلاص احنا مش عايزين منك حاجه خلاص متشكرين مش عارف ايه انا انت قطعتينا عشان تقولي كده تعال اقعدني بس كده افتكر بس يلا جامد قوي بابا ظهره وجع قوي يا ميسو ظهره وجع قوي يا بابا يا حبيبي يا بابا يا حبيبي حتى يبدا قوي عنده بقى غيرها غير عنده يا شيخ انا حسيت مفيش حاجه انا زونج يعني ايوه بابا السلام عليكم يا ابني